نستمر بعون الله تعالى. طبعا الاستمرارية لمحاضرة الأمالجم مانيبوليشن في دنت الأمالجم اللي هي المحاضرة العاشرة، نستمر طبعا فيها باستمرارية لها، لأن احنا مش لازم نقول 11 و12 و13. فلذلك وقفنا عند الكارفينج. الكارفينج هو الأيم أوف كارفينج، تو جيف ذا نورمال فورم أند شيب أوف ذا توث، لكي نعطي النورمال فورم أند شيب أوف ذا توث. كارفينج الأيم أوف كارفينج to reproduce a normal shape or form of the tooth or retain the tooth into the original morphological structure, morphological and anatomical structure. Normal physiological نعطيها الكونتور والريبريزنتيشن للنورمال كونتور والريبريزنتيشن لكل الديتيلز بتاع الاناتومي لازم نديروه. adequate compatibility او adequate margin compatibility للمارجن، reduce size located and extension of the contact position in contact area ومكانها والاكستنت واللوكيشن والسايز بتاع الكونتاكت اريا، adequate compatible adequate impression عند اللينجوال امبريشر. قلنا زي ما قلنا اللينجوال امبريشر اناتوميكالي وايدر زان الباكال امبريشر، اللينجوال امبريشر للكليننج او للهايجين باش الماكل اللي كلها تتجمع ناحيه اللينجوال سيرف سهل احنا نطفاها. فلذلك وي هاف تو جين اللينجوال امبريشر سلايتلي وايدر باش تعطيني الاورال هايجين او تو جيف ذا اناتوميكال فورم اوف ذا امبريشر. Lingual embrasure for hyagene, and then we have to give the normal form and shape of the buccal embrasure for aesthetic. No interference with periodontia. في ذلك الحالة هذه الكارفينج باش احنا نلوح الزيادات الموجودة من الحشوات الزايدة كلها لأوصلها أوفر سايز شوية على النورمال. فلذلك في الحالات هذه باش بنديرش تأثير وين في البريدونشيا. To ensure efficient mastication لكي احنا نعطو mastication كويس للتوث لكي ياكل عليها المريض. فلذلك we have to gain or retain the tooth into the normal occlusal contact. ما فيش high contact، اذا كان في high contact بيصير اول حاجة مشكلتها في الفود معنى الماستيكيشن، حتولي مشكله في الماستيكيشن، المريض ما عادش يقدر ياكل عليها كويس، وفي نفس الوقت يصير في لودنج على البريدونشيا ويصير في بريدونتال دامج او يصير في مشكله وين في البريدونشيا. التايم اوف كارفن امتى احنا نديرو كارفن؟ بعد كملنا الدنت الامالجم سواء جلاس 1 او جلاس 2 اي جلاس اوف دنت الامالجم، بدنا جلاس امالجم ديما نديرو شويه اوفر سايز وين في الاوكلوزر سيرفيس باش احنا يعني اوفر فين، يعني احنا قلنا المفروض يكون اكستند حوالي 1 ملم اوفر ذا اوكلوزر باش احنا او الماترس المفروض تكون اذا كان في ماترس بان لازم تكون 1 ملم فوق الاوكلوزر باش تعطيني شويه امالجم فوق السيرفيس باش تسمح لي بعمليه الكارفينج، لان ديما اللاير الفوقيه بتاعت الامالجم او الطبقه الفوقيه ديما سوفت. فلذلك نحاول نخليها زياده شويه باش نلوح السوفت اريا ونوصل اللي هو المنطقه بتاعت الامالجم باش ندير فيها كارفينج بسهوله وبدون اي اعاقه وبدون اي نخلي اندر مايننج في الانام او في التو ستراكشر، لان لو انا خليناها على المستوى ممكن يكون المستوى بتاعها سوفت ممكن ينزل الكارفن على المستوى، فذلك يصير في ديتشنج للامالجم ويصير في حاجه ثانيه اللي هي اندر كارفن. كارفن شود بي يوتلايزد وين امالجم ستارت تو انيشال سيتنج، لما الامالجم يخش في الانيشال سيتنج معناها لازم نبدا كارفن. وين الانيشال سيتنج؟ لما نديره كوندنسر بيرنشر ونحاول المشروع على السيرفس، لما يعطيني اللي هي جريبينج ساوند او يعطيني نويز في خلال الموفمنت بتاع البيرنشر، في الحاله هذه نتاكد ان الامالجم خرج في الانيشال سيتنج. صار كيف نخش في الامالجم سيتنج؟ لما نديروا نحركوا اللي هو الكوندنسر مشروع على السيرفس او نضغطوش على السيرفس نسمعوا اللي هو الويزنج ساوند او صفير شويه او ساوند معين نتيجه الموفمنت بتاع البيرنشن. في الحاله هذه الامالجم خشفاش في الانيشال سيتنج والتايم هذا هو المختص فاش في الكارفنج. لما نمروا الكوندنسر البيرنشن على السطح السيرفس لان البيرنشن ناعم يعطيني ويزنج ساوند او صوت صفير شويه او صوت في البيرنشن لما يمر على السطح الامالجم، في الحاله هذه بدينا في الانيشال سيتنج وهو هذا التايم بتاع الكارفنج.
صار ركزوا عليها شوية، ناخدوا البيرنشن ونمروها على السيرفس بتاع الألماني بشوية ريزيزنس شوية، لما نلقوا شوية صوت موجود هي ويزنج ساين أو ساوند أو صوت أو يسموا فيها الأمالجم كراي، يسموا فيها الأمالجم كراي. صار الأمالجم كراي أو الويزنج ساين في الحالة هيتا الساوند الوحيد اللي احنا نتأكدوا منه أن الأمالجم صار فيه initial seating، ولما يصير في initial seating هو التايم بتاعك ركزوا عليها كويس، لأن هذه معلومة مهمة جدا جدا لازم تكونوا أنتم عارفينها. صار الويزنج ساوند أو الصفير بتاع الأمالجم أو الأمالجم كراي، لما نسمع الأمالجم يعيط تقول أنا راهو خلاص بديت نبدأ في وضع كويس وبديت في الانيشال سيتنج، في الحالة هذه تبدأ عملية الكارفينج، وهذه هي النقطة المهمة في الكلام هذا. أول نقطة مهمة الكارفينج لازم نعطه اللي هو النورمال شيب والفورم للتوث الاناتومي اللي هي جاي به البيشنت في الاول، او اللي كان عند السن قبل لا يصير فيها ديستراكشن او يصير فيها ليجن المفروض يرجع لنفس الاناتومي، لا يكون في هاي كلوز كونتاكت قلنا بيصير في ضغط على البريدونشي والكلام نقدر نعاود فيه كذا مره. اللي كارفينج مي ريزلت لما احنا لما نشوفوش ان الامالجم كراي او الساوند هذا الامالجم في الحاله هذه صفت، في الحاله هذه ناخذ كل الصفت لير اللي فوق كلها تتشال، فلذلك في الحاله هذه نخش في حاله يسمون فيها اندر كارفينج، والاندر كارفينج معناها في الحالات هذه جزء من اجزاء كثيره من التوث ستراكشر ما هيش ما في مش واصلها الدنت الامالجم اكسبوز، نلقى الانامل اكسبوز والدنتين اكسبوز، فلذلك في الحاله هذه تعرض للفود امباكشن وتعرض في المايكرو ليكج وتعرض مثلا في معرضه لها بالتعرف والكروجن وما فيش، وفي الحاله هذه حتى الماستيكيتري افشنسي او قوه الاكل او عمليه المضغ تنقص شويه. وما نعطيش سن شكلها اللي هو الطبيعي اللي هو بروبر ريبودكشن توت فور فورموشن اوف سب مارجن امالجم نوت كفرنج ذا كافيتي، معناها الامالجم جزء من الكافيتي ما يغطيش فيه الامالجم، معناها نلقوا الكافيتي جزء منه ما فيش امالجم في الحاله هذه يسموا فيها اندر كافينج. والاندر كافينج قلنا مشاكلها شنو؟ اول حاجه بتاثر في الماستيكيتري افشنسي او عمليه المضغ، ثاني حاجه جزء من السن بيكون ما هوش عندهاش روستريشن ممكن يتكسر، هذه نقطه ثانيه ممكن يصير فيه مايكرو ليكج حوالين المارج ويصير فيه سكندري كيريس او يصير فيه سنسيتيفيتي للاريا، ممكن يصير فيه تارنش وكروج انك تزيد تجميع الاكل او يصير فيه عمليه فراكشنال للريستوريشن. نوتا بينا ديما الكارفنج احنا ديما نديروه يا دكاتره المستقبل ان شاء الله كيف الدايركشن عندها دايركشن، هذه هي الخطوات هذه الجايه اللي هي مهمه. صار نبدا الكارفنج لما يظل الامالجم كراي لما يظل في صوت، وفي الحاله هذه تقعد الليل الخارجية اللي هي صوفت الليل الخارجية لو صوت، ما احنا لما احنا درنا اوفر فينينج شوية للأمالجم فوق السيرفس في الحالة هذه او فوق السيرفس شوية في الحالة هذه اللي فوق السيرفس تكون صوفت نشيلها ونوصل للمنطقة اللي هي ممكن نديروا فيها كارفينج بسهولة بدون ما يكون الأمالجم شوية يعني سيتد شوية انيشيالي سيتنج، في الحالة هذه نقدر نديروا كارفينج بسهولة وما ناخذوش من الامالجم الى الزايد او الامالجم اللي هو الجزئيه الزايده. كيف نديروا كارفنج دايركشن؟ مين نبدا؟ هل نبدا احنا من السنتر او نبدا من السيرفيس بتاع التوث او نبدا من الامالجم؟ اي هل نبدا من وسط الجلاس وان كافيتي ونبدا ندير كارفنج نرفع فوق أبورد، أو هل نبدأ من السيرفس ننزل من السيرفس اللي ما فيش أمالجم وننزل على السنتر بتاع التوث، أو هل نمشي بارلل؟ يعني لازم هذا الكلام لازم يكون معروف. فروم تو احنا المفروض نمشوا من التوث استراكشر للبلك بتاع الأمالجم، معناها احنا نمشوا من التوث استراكشر الساوند بتاع التوث نديروا ابلكيشن للكارفر للأمالجم، شريطة ان يكون الدايركشن بتاع الكارفينج بارلل ما يكونش يعني ماشي بزاوية، لان لو ماشي في زاوية يصير في ديتشنج للأمالجم او ياخذ كمية كبيرة من الأمالجم ويؤدي لعملية الاندر كارفينج ويظل
في مشكله فيها في الريسورسنج. فلذلك احنا نمشي من الاوتر بتاعت من السيرفس بتاع التوت دايركتد توورد الامالجم اتجاه الامالجم في البارالل دايركشن. في البارالل دايركشن معناها احنا في الحاله هذه لازم يكونوا بارالل تو ذا كيفو سيرفس انجل او كيفو سيرفس كيرفو سيرفيس مارجن بتاع الاوت لاين اوف ذا كافيتي. معناها احنا نقولوا برر تو ذا كيرفو سيرفيس انجل في الحاله هذه باش انما نعوش هي اللي هو الاكسس ريموفر الامالجام ريستوريشن في التوث. في الحاله هذه نتفادوا اللي هي الاندر كارفينج. هذه النقاط مهمه جدا جدا. دايركشن اوف ذا كارفينج ممكن عارفينها نوتا بينا ملاحظه ان بي نوتا بينا معناها ملاحظه. اف ذا كارفينج از دن ان ذا دايركشن من الامالجام للتوث حنشيلو ناخذ الامالجام ونخلو التوث ما تحتاش امالجام او التوث ستراكشر ما فيش امالجام. في الحاله امالجام توورد ذا توث سيرفيس there would be a great possibility of exposure. في الحالة هذه نكشف exposure the cave surface margin بتاع الأمالجم اللي هي الحافة بين الأمالجم وبين التوث. فلذلك نكشفها في الحالة نكشفها في الحالة هذه formation of sub margin. في الحالة هذه المارجن بتاع الكافيت بتاعنا معناها الأمالجم تحت المارجن ماهوش ماشي مع المارجن نفسها. فلذلك في الحاله هذه التوث ستراكشر ما هي سبورتد باي امالجم. في الحاله هذه في الحاله هذه ممكن يتم خلال اليوز او الفاكتور تتكسر التوث او يتكسر الريستوريشن نفسها بحد ذاتها. فلذلك النقاط هذه مهمه جدا جدا. الانسترومنت اللي نستخدمها في الكارفينج الانسترومنتات هي سيلكشن الانسترومنت من الانسترومنتيشن مهمه المحاضره اللي قريناها. فلذلك كلها عاده في الكارفينج نستعمل شنو البيرنشن. البيرنشن هو على هيئه بول والحجم في احجام فيه صغير وفي كبير وفي دبل اندد معناها في نهايه في نهاية في دبل اند معناها في من جهتين فيها بول واحده صغيره تلقاها واحده كبيره او واحده صغيره واحده متوسطه ديبندس اون ذا سايز اوف ذا كافيتي. واحنا قلنا في الحاله هذه لازم ناخذ الانسترومنت ديما اندر سايز معناها الحجم بتاعها يكون اقل شويه باش احنا نمشي للمكان للاماكن كلها وندير اكسسبيليتي نقدر نديرو ريفينشينج نديرو بيرنشينج نديرو اي حاجه بسهوله. صار البيرنشر فرو فور بري اند بوست كارفينج. البيرنش نستعملوه في البري قبل الكارفينج عامة نستعملوه في البري كارفينج لما احنا نمرروه على السطح اللوحة الزيادات اللي موجودة على السطح كلها. وخلال التمرين اذا لقينا تمرير البيرنش على السطح ولو احنا الزيادات لانه هو ناعم شوية ماهوش ما ياخدش من الاعمال قبل كتير من الحشوة كتيرة لما نسمعوا الويزنج ساوند او الكراينج بتاع الامالجم هو بيدي لي انديكيشن على اساس الحركة بتاعت البيرنج بيدي لي انديكيشن على اساس ان الامالجم صار لا انيشال سيتنج وقال لي تعالى ابدا دي لي كارفينج او ابدا وضبني كويس باش انا اقوم بالغرض. لارج سبون ديسكويد او كولويد اكسكافيتر. في الحاله هذه مرات نستعمله. الحاله الثانيه اللي هي مرات اللارج سبون او ديسكويد اكسكافيتر. مش قلنا احنا سبون شكل الكاشيك اللي بناكله بيه او ديسكويد شكل زي الديسك. الديسك معناها زي الديسك و هاف تو نو ذا ديسك. الكيلو زي الكيلو زي الكيلو زي الكيلو معناها زي الكيلويد. الكيلويد معروفه شكل السبون تعرف عارفين وريناها في الانسرومنت والديسكويد والكيلويد اكسكافيتر هو ده لازم يكونوا معروف لان هو ده السنس بتاعنا اللي بنشتروا بيهم في سواء في المعمل بتاعنا في البري كلينيك او الكلينيك في العياده بتاعنا. الامرجم كارفر. الامرجم كارفر عنده اشكال معينه هتكون نستعملها فيه الصغير فيه الكبير فيه اللي هو عباره عن شكل زي تراينجلر شيب. في الحاله هذه نستعملوه ممكن دبل اندد او يكون وان اند او دبل اند ممكن جهه واحده فيها كارفنج وجهه ثانيه ما فيهاش او يكون يعني وان اند يعني وممكن يكون دبل اند. فاين تيب بروب والبروب يكون فاين تيب. البروب شي من يورو باش احنا البروب نرسمو بيه البيتس اند فيشر مروه على الكروزر سيرفيس ونرسمو بيه البيتس اند فيشرز باش لما يرسم لي البيتس اند فيشر يحدد لي المعالم احنا اللي بننتهي بها في الكافينج وين ينتهي وين تنتهي التراينجلر ريجز وين يبدا الفيشر وين يبدا البيتس وين تبدا البيتس. اي شارب بليدد انسترومنت كود بي يوزد. اي حاجه شارب انسترومنت وحاده جدا جدا او بليدد ممكن نستعملها في الكارفينج. صار الكارفينج مستعمل البيرنشر
ونستعمل معاه سبون او كلويد او ديسكود اكسكافيتر، ممكن نستعمله معاه الامالجم كارفك ده نستعمله وقت بصالح حالات بنستعملها في الكارفنج عشان ايه البرج نستعمله في البري كارفنج وبوست كارفنج. البري كارفنج قلنا باش احنا نلوح الزيادات اللي موجوده السوفت لاير للشراء ونتاكدوا ان في امالجم كرايب باش نتاكد ان الامالجم لا صار انيشال سيتنج. اللار سبون اكسكافيتر يكون لارج، ممكن يكون ديسكويد كيلويد او ديسكويد. الامالجام كارفر، الامالجام كارفر هذا نستعملوه باش هو الكار هو تو كارف الامالجام اللي هو باش يعطيني الاناتومي بتاع التوت نفسها او النورمال مورفولوجيكال ستراكشر اوف ذا توت. الفاين تيب بروب باش احنا قلنا مرات نحدد به البيس اند فيشرز ونديروا تحديد البيس اند فيشر بالبروب، ومرات البروب نفسها تو ساعدني في يدخل في عملية شنو هي الكارف. وصم بليدد انسترومنت مرات نستعملها تي الدبل بيرنشر تكنيك، دبل بيرنشنج تكنيك صار البيرنشنج تكنيك، دبل بيرنشنج تكنيك اللي هو المزدوج، البيرنشنج اللي هو المزدوج. ات مينز ذات امالجم از صار الدبل بيرنشنج تكنيك او سموه فيها البري كارفينج والبوستي كارفينج. صار الدبل بيرنشنج معناها البيرنشنج ده الاول قبل الكارفينج، وبعدين نستعمل البيرنشنج بعد نكمل الكارفينج. صار البري كارفينج معناها قبل ان نبدا الكارفينج نستعمل البيرنشنج باش نتاكد ان الامالجم صار انيشال سيتنج ونتاكد ان في امالجم كراي. البوست كارفينج بعد ان تم الكارفينج ونرجع السن شكلها بالكارفينج انسترومنت احنا قلنا اللي هو البيرنشر والكارفر والبروب والحالات الثانيه والديسكويد والكولويد والسبون اكسكافيتر اللي هو اللارج. بعد نستعملهم هذا كلهم ونديروا بهم كارفينج نستخدمه اللي هو البيرنشر باش يخلي لي اول حاجه يدير ادابتيشن الامالجم بعد الكارفنج على المارجن او على المارجن ادابتيشن على الامالجم على التو ستراكشر، وفي نفس الوقت يعطيني سموث سيرفس اي حاجه رف خلال الكارفنج يخليني عامها ويعطيني سموث سيرفس. صار البيرشن عندنا بري كارفنج والبوست كارفنج هذا لازم تكونوا عارفينه. البري كارفينج يوزنج ا لارج سمول بيرنشر، لارج سايزد بيرنشر وذ هيفي بريشر. صار في البري كارفينج نستعملوا لارج بيرنشر وذ هيفي بريشر، مهم جدا جدا الكلام هذا. علاش؟ باش يعطينا تو هاف تو بروفايد ذا فولوينج، يعطينا الحاجات الثانيه. احنا صار لارج بيرنشر وذ هيفي بريشر باش يعطينا شنو هي في الحاله هذه، يطلع الاكسس ميركوري فوق وفي نفس الوقت السوفت لاير كلها تنشال اوكي، ويدير لي ادابتيشن للامالجم يزيد في عمليه الكوندنسيشن يساعدني فيهاش يكمل لي عمليه الكوندنسيشن اللي هي الطبقه الخارجيه اللي هي موجوده. صار انكريز ادابتيشن اوف ذا مالجم تو كافيتي وول، هذه قلناها توا. ديورينج ذيس فانكشن هيت از في الحاله هذه الحراره تزيد لما نضغط شويه وتهلب تو اكسس امالجم تو اتراكت تو ذا سيرفس، يخلي الامالجم اللي هو اكسس يطلع وين في السيرفس اوكي. مور كوهيزف امالجم ويعطي الامالجم البارتيكل كنا كوهيزف على تبدا قريبه لبعضها الكمية تكون متجانسة أو تكون الملجم يكون متجانس ويكون كوهيزن معناها قريب لبعضها ملتصق لبعضها التصاق لبعض ما عادش في فراغات بين الملجم. صار في البري كارفينج أو بيرنشر نستخدم اللارج بيرنشر وذ شوية بريشر زيادة وذ هيفي بريشر. الهيفي بريشر هذا شو بيصير؟ بيطلع الاكسس ميركري، كل ما لوحنا الاكسس ميركري بتنقص الجامعات وفيسز، بيساعد الادابتيشن، يساعد الادابتيشن للامالجم بس الادابتيشن للامالجم ويخلي الامالجم كل سيد للمارجن، كل المارجن اللي موجوده اللي هي صايلها خلال الكارفنج ممكن تصير تتاثر بالكارفنج يديرها سيلينج البيرنشر يديرها سيلينج للمارجن، يدير ادابتيشن للامالجم حوالين الكف اللي هي حوالين شنو هي المارجن، وفي نفس الوقت يدير شنو هي يدير مور كيهيلز معناها يخلي البارتيكل نتاع الامالجم كلها او الالوي كلها قريبه لبعضها معناها كوهيجن معناها يصير قريبه لبعضها. وخلال البيرنشن او خلال الهيفي بريشر بالبيرنشن تولد الحراره، الحراره هذي تخلي الاكسس ميركري يطلع وين للسطح. البوست كارفينج
بيرشر اللي هو سمول سايز، بنستخدمه في البوستي كارفينج سمول سايز. بعد نكمل الكارفينج نستخدم سمول سايز بيرشر وذ جنتل ستروك، معناه صار الاولي لارج بيرشر وذ هيفي ستروك، لكن الثانيه المفروض تكون مميزات. راه هذا امتحان يجي فيهم ولا حاجه يكون مفهوم الكلام. هذه النقاط هذه مهمه. صار في البري كارفينج لارج كارفر لارج بيرشر وذ هيفي ستروك، أو شنو وظيفتها؟ باش تتولد حرارة تطلع الإكسس ميركري فوق للسطح، يحسن لي الأدابتيشن بتاع الحشوة الأمالجم مع التوث سيرفيس. تاني حاجة يدير يعمل لي الكوهيجن بين البارتيكل، معناها يخلي جود كوهيجن بين البارتيكل، معناها البارتيكل بتاع الأليوم بتاعي تكون قريب وملاصق لبعض، ما عادش فيها فراغات بينيها بينها. لكن البوستي كارفينج البيرنشر في شنو هو بيدير؟ يكون حجم سمول اوكي، لان سلو امالجم اوريدي كارفنج وسيتد، ما عادش في مشكله. الحجم يكون بتاعها سمول وجنتل ستروك، لان لو ان درنا كارفر لارج ممكن ما بيرنش لارج ممكن ما يخشنيش للبيتس والفيشر والحالات الثانيه اللي هي في وتراينجل ريدج ويديرها. فذلك سمول كارفر سمول بيرنش هو اللي بيصيد المكانات الضيقه هذه ويديرها عمليه الكارف البيرنش البيرنش سمول بيرنش هو اللي هو بيدير لي يصيد المكانات هذه ويديرها شنو بيرنش جنتل ستروك، لان لو ندينا ستروك قويه ممكن نديره فراكشن للامالجم او للريستوريشن. اوكي بعد الكارفين بي بري كارفينج اوبجكتيف اوف بيرنشنج، الاوبجكت اوف بيرنشنج بري كارفينج بيرنشر ات كونتينو ذا بروسيس اوف كوندنسيشن. صار احنا قلنا ديما البري كارفينج هي استمراريه كوندنسيشن، معناها اول حاجه بنديروا فيها بنديروا حراره لما ندير هيف ستروك بتطلع الاكسس ميركري، هذه الايم بتاع الكوندنسيشن. ثاني حاجه بدير ادابتيشن مور ادابتيشن لللاير بتاع اللي هي الامالجم، ثاني حاجه ادابتيشن للامالجم مع المارجن نفسها، ثالث حاجه يصير فيه كوهيجن بتوين ذا بارتيكل. معناها الكلام هذا كله كل النقاط الموجوده كلها موجوده في الايم بتاع الكوندنسيشن، هي كونتينويشن بتاع حاجه اللي هي البري كارفينج مور ادابتيشن اوف امالجم كونديشن سيرف امالجم نيكست ستيب give an idea about the surface anatomy، وتعطيني الايديا بتاعت السيرفس اناتومي بتاعت كارفينج. صار يعطيني اول حاجه كونتينو بروس اوف كوندنسيشن استمراريه being in the excess mercury يطلع السيرفس ويتشال نتيجة الهيت بيطلع والضغط الموجود عليه اللي هي في ستروك بتاعي من نتيجة البيرنشر بيطلع هيت، والهيت اللي بتطلع الاكسس ميركري للسطح ونفتكه من جاما 2 اللي ممكن تكون لو انا خليناه. It continues it condition the surface of amalgam to the next step، معناه يخلي الامالجم سطح الامالجم جاهز لعملية الكارفين. Give an idea about the surface انا تعطيني السيرفس انا تم التفاصيل شوية تفاصيل يعطيها اللي هو البيرنشر لعملية الكارفينج ستيب اللي هي محددها. البوست كارفينج بيرنشر تو بروفايد تعطينا سموث سيرفس الامالجم، في الحالة هذه تعطينا سموث سيرفس الامالجم باش اذا خلال الكارفينج ممكن يصير شوية رفنس، لما نديرو البيرنشر اللي هو سمول بيرنشر باهي وذ سلايد ستروك تخلي لي كل الطبقات الطبق الخارجي السيرفس بتاع الامالجم كلها ناعم باش نمنعو اللي هو الفود فود accumulation ونمنعه اللي هو الجاما تو فيس او الطرح والكروجن اللي يكون تحدث اذا كان السيرفس رف موسم. التكنيك direct amalgam is pre-carved burnisher in direction from the tooth to the amalgam to صار احنا البري كارفينج بيرنشر كيف نحطوه من التوث سيرفيس الى الامالجم. صار التكنيك ده امالجم از بري كارفينج بيرنشر اللي هو الحجم الكبير نديروه من التوث لوين للامالجم توز الامالجم، لكن ما ناخذوش من زي الكارفينج زي عمليه استعمال الكارفينج. في الحاله هذه هنا لما نديروه في الوضعيه هذه اليمينيشن للاكسس ميركوري امبروف ادابتيشن اند ديسيتي اوف ذا امالجم constitute a rough carving، يعطينا الكارفينج اللي هو رف سيرفس يعني يلوح اللي هو الرف سيرفس بتاع الكارفينج. Before removing the matrix band the margin ridge contact occlusal lingual and buccal embrasure are carved.
using a sharp probe at صار قبل اللوح الرابر بان الكبر اللي هي الماتريس. في الحالة هذه ناخذ الشارب بروب ونديروا به نحدد به شنو هي الجروفز والبيتس ونحدد به التراينجل ريدجز في الحالة هذه والامبريجرز، ولازم يكون البروب بتاعي بزاوية 45 درجة. بكر الامبريجر ار كارفد يوزنج الشارب بروب ب 45 درجة، نستعملوا زاوية 45 درجة باش نديروا اللي هو البكر الامبريجر. بان تو افويد ذا فراكشن اوف ذا مارجن ريدج ديورنج ماتريكس ريموفال. صار في الحالة هذه نديروا البروب بتاعي الشارب بروب 45 درجة ماشي مع البكر سيرفيس اللي هو حوالين اللي هو بتاع التوث نفسه بتاع الجلاس تو كافيتي قبل اللوح وشني اللي هو الماتريس، لان باش نتفادوا الفراكشر اللي هو الامالجم. ريموف الماتريس باند، الماتريس باند اللوحه في الجلاس تو منين؟ زي ما قلت نسحبها عن لوح الوجه الاول وبعدين او نخلي الوجه في مكانها ونسحبها منين؟ من التور ده بكر تور ده بكر وماشي مع السيرفس بتاع البكر سيرفس تحسن الادابتيشن شويه وفي نفس الوقت تمنع الفراكشن بتاع الامل. اللي هي ذا اوكلوزال اناتومي از كارفد يوزنج كارفر او اكسكافيتر. اوكلوزال اناتومي ندروه بالكارفر او الاكسكافيتر او ب او وذ بروب دايركشن او بدايركشن بتاع البروب. ذا اوكلوزال اناتومي از كارفد يوزنج كارفر او اكسكافيتر وذ ا بروب دايركشن. هذه النقطه الخامسه. The gingival margin is then checked for any overhanging. الجنجيفال مارجن ندرها نشوفها ان في overhanging ولا المر البروب تحت الكونتاكت اريا، اذا كان في underhanding نشيلها. اوكي. او من ناحية الامبريجر اللي هي البكر والانجل امبريجر ب 45 درجة. وبعدين من تحت الكونتاكت اريا نحاول المر البروب كان في اي overhanging نشيلها. اوكي. The occlusal anatomy is carved using the excavator or in the probe with a probe direction في اتجاه البروب. Or collated supplemental grooves that remain in at the margin must be carved with a probe. صار كل اللي هو secondary grooves أو secondary impressions يسمون فيها collated supplemental grooves ديتا يديرونها carving باستعمال شنو البروب. Otherwise excess amalgam will remain. في الحالة هذه ممكن كان بدناش carving جزء الأمالجم يكون زيادة remain at fine margin سيلفري فلاش ويل فراكشر اندر. في الحاله هذه هيصير فيه زي الفلاشينج زي حاله زايده فوق السطح ولما ياكل عليها المريض تتكسر. فلذلك في الحاله هذه لازم نديروا فايم نديروها كارفنج ماشينز الجروفس اللي هو السبليمنتال جروفس او السكندري جروفس عمليه اللي هو يوريك اوف ذا برو. The amalgam is then checked for any premature contact. ونبدأ ونخناخذ الارتكوليتنج بيبر ونخلو المريض يعض في السنتريك وفي الاكسنتريك شوية ونشوفوا اي بريماتيور كونتاكت، اذا كان فيه نحاول نشيلها قبل لا نقول المريض يروح، لان اي بريماتيور كونتاكت حصل فيه لودينج على الريستريشن ممكن يكسر الريستريشن، ممكن يصير فيه مشكلة وين في البريدونشن، ممكن يكون المشكلة وين في البريدونشن. ذا بيسنت از البيسنت نفسه نقول له انستراكت نقول له راهو خلال 40 ساعة ما تستعملش اللي هو الهارد فود او افويد كراكنج او فراكشن اوف ذا مالجم، ما تستعملش اللي هو الريستوريشن فتره طويله وما تستعملش اللي هو ستيف فود او هارد فود، وتتفادى انك انت تعض على الريستوريشن بقوه هل بقى. اوكي خلال 40 ساعه لغايه ما يتم الفاينل سيتنج للريستوريشن. Also the patient should be advised بعد 24 ساعه يجينا البيشنت باش نديروا له شنو هي عمليه الفينشنج اللي هي الكارفنج والفينشنج بتاع الامل. بنخشوا بعد 24 ساعه او بعد ساعه اذا كان اللي هي هاي كبر امال جنب بعد ساعه ممكن نديروا له اللي هو الكارفنج، وبعد مجرد ما يكمل الكارفنج وكل شيء بتاعنا ياخذ حوالي ربع ساعه ولا قداش نخلوا المريض حتى يجلس في العياده شويه لمده ساعه ونرجعوه مره ثانيه ونقول له تعال نديروا لك كارفنج باش نمنعوا ان هو يدير لك هذه الزياره، بنكرروا عليه نكثروا عليه الزيارات
في الهاي كبر امالجم. في اللو كبر امالجم ناجلوها 24 ساعه باش نتاكدوا ان الامالجم صار لاسيتي، ونتاكدوا ان الطبقه الخارجيه خاش فيها صار لها تارنش. في الحاله هذه لما يجينا المريض نلقوا شويه ديسكالريشن، نديروا له عمليه البيرنشنج باش نلوحوا التارنش دي، ونحاولوا ان هو نعطوا السيرفيس سموث باي يوزنج اوف ذا اللي هو الفينشنج بيرز اور ستون، فينشنج بير اور ستون. ريموف اللي هو الايم بتاع الفينشنج شنو هي؟ احنا خشينا في الفينشنج، كملنا الكارفينج وكم او درنا اول حاجه اللي هي السلكشن للالوي، اخترنا الالوي ودرنا عمليه التاتوريشن للالوي او امالجاميشن، وبعدها درنا اللي هي عمليه الميلينج او الميلينج باش نقصنا الاكسس ميركوري بعد التاتوريشن او درنا اوفر تاتوريشن حوالي من دقيقتين الى ثلاثه الى خمسه دقائق، من 2 الى 5 سكند زياده ماهي باش لوحنا الاكسس ميركوري. وبعدين درنا اللي هي الكوندنسيشن للامالجم في الكافيتي، وبعد كملنا الكوندنسيشن درنا البريك كارفنج باش تاكدنا دي جريبنج ساوند اللي هي موجود في الامالجم باش نبدا عمليه الكارفنج. وبعدين بدينا الكارفنج، اخترنا الكارفنج انسترومنت وبدينا عمليه الكارفنج، وقلنا ديما من التوث للريستوريشن وديما تكون بارلل مع السيرفيس بتاع الامالجم، تكون بارلل ما تكونش بزاويه مايله. وبعدين بعد كملنا درنا اللي هي البوست كارفنج اللي هي بيرنشنج باش تاكدنا ان درنا البرنش يكون صغير باللايت بريشر، باش في الحاله هذه اعطينا سموث سيرفيس داش للريستوريشن، وفي نفس الوقت خلينا اعطينا اللي هو الديتيلز اللي موجوده في المكانات الضيقه اللي هي زي مثلا اللي هي الميزر والديستال تراي انجلر ريدجز. وبعدين خلينا الكارفنج اللي هي سكندري فيشر او سبليمنتال فيشرز او جروفز درناها باش بالبروب باش حددناها ودرناها الكارفنج لان كان قاعد فوق المارجن حيصير في فراكشر ريسوشن. بعدين بعد للمريض يا اما المريض نخليه ساعه بعد الريستوريشن في العياده اذا كان هاي كبر امالجم، اذا كان لو كبر امالجم او الادميكسد في الحاله هذه ناجلوا الزياره لمده يوم، او مرات اذا كان الوقت ما يسمحش ناجلها لليوم كلها ونقولوا له تعالى اليوم الثاني المريض، باش في الحاله هذه خلال اليوم خلال اليوز الفانكشن شوفوا اي حاجه مش مضبوطه للمريض ولا شعرها ان هي متغيره عليها شويه، في الحاله هذه نحاول نعدلها. وبعدين نشوف احنا ان بتغير صار خلال ربع ساعه هتكون اللي هي التارنش لير اللي هي هتفاعل السطح مع الاكسجين ويكون التارنش لير، هذه لازم نشيلها ونعطي سموث سيرفيس لاش للريستوريشن. اوكي، او لاستراس هوموجينس امالجام سيرفيس. الادفانتيجز انكريز كوروجن ريزيستنس، فلذلك في الحاله هذه لما نديروا بارجنج بنلوحوا اللاير الخارجيه وبنعطوا سموث سيرفيس، معناها في الحاله هذه نمنعوا تكون الجاما 2 اللي هي كان موجود شويه ميركري داخل الجاما 2 ما تكونش، لان احنا سكرنا على السيرفيس وخلينا السيرفيس كل سموث، ما عادش امكانيه ان الاكسيد يشيل انتراب انسايد ذا سيرفيس ويديني شنو هي جاما 2 فيسز، او نمنع الرف سيرفيس لان الرف سيرفيس هيتجمع عليه الاكل والماتيريا والبلاك وكل شيء، في الحاله هذه يعطيني سلخة ثانيه خصوصا في جلاستو كافيتي اللي يسموها فيها كونسنتريت السيل كوروجن اللي مخطاها في الدنت الماتيريا اللي هي الكوروجن اللي صاير من زمان شرحناه في الدنت الماتيريا. كونسنتريت السيل كوروجن معناها يكون انود ثاني مع كاتود ثاني ويصير فيه جلفانيك اكشن ويصير فيه كوروجن فاش للدنت الامالجم وللدنت الامالجم شنو بريتل. التايمينج قلنا 24 ساعه كارفينج تو افويد ديستربنس في كريستاليزيشن، في الحاله هذه الامالجم ياخذ 24 ساعه خصوصا للو كبر امالجم بس يصير في كريستاليزيشن باش نتاكدوا ان الكريستال اوريدي صارها ماتشورد ماتوريشن للكريستال. هي بتتكون كريستاليزيشن بتبدا نيو كونيشن وبعدين كريستاليزيشن خلال الكوندنسيشن والباكنج والفينش وكل الحالات هذه كلها، لكن بعد 24 ساعه يصير فيه شنو ماتوريشن للكريستال. في الحاله هذه تظل الامالجم الميكانيكال بروبرتي هاي وما ما عنديش مشكله نديروا لها فينشنج. اوكي، البولش يوزنج
في الحالة هذه شو نستعمله؟ نستعمل using sand paper disk for accessibility surface. صار السيرفس هو وضع علينا نستعمل sand paper disk، معناها الديسك اللي هو نديروه في الماندل ونديروه في اللو اس بي زي ما خلينا في الانترنت تاعنا، هذا شنو بينعم لي السطح وبيعطيني السطح شنو سموث sand paper disk. اوكي نعطوه سموث، نعطوه من اول مره ناخذه ممكن بالرف شويه وبعدين ناخذه بالميديوم وبعدين ناخذه بسبوث بنعطوه الفاينل سيرفس. اذا كان السيرفس لو مره رف شويه بناخذه شويه ميديوم سايز او الرف سايز بالليت بريجر او ليت سبيد شويه لايت سبيد في الكونفنشنال سبيد بتاعي، وبعدين ومفروض نكون معاها شويه ميه باش ما ندخلوش الهيت، لان الهيت ممكن تزود لي اللي هو الميركري يبدا يطلع فوق، ودي اللي مشكله، او مرات الايون تطلع فوق وتخلي لي فراغات وتخلي الامالجام يتكسر. فلذلك في الحاله هذه ناخذ الساند بيبر ديسك بتاعنا اللي يكون شويه رف شويه او ميديوم ويكون في اللو سبيد باش نلوح الخشونه بتاعت الامالجام بالكامل، وبعدين ناخذ الساند بيبر ديسك اللي هو الفاين او الترا فاين او فاين او الترا فاين ديسك بتاعنا، ونبدا ندرو نعطوه باش نعطوه اللي هو الامالجام اللي هو اسمه سيرفس. اوكي في الاكسسبل اريا، في النون اكسسبل، في الاكسسبل اريا كلها، وبعدين حتى مرات احنا ناخده اللي هي ستريب اللي هي سيلولويد ستريب، يعني اللي هو ناخده اللي هي الساند بيبر ستريب موجودة ستريب، وممكن ديسك ممكن يركب في الهاندل والماندل، وممكن يكون ستريب على هاي شنو على هاي ستريب عندي راح ندير مره على الكونتاكت اريا شوي بريشر تنزل على الكونتاكت ونرفعها فوق باش احنا نعمو الامالجام. لو الحالة ناخده الميديوم سايز وننزلها شوي في الكونتاكت لان هي ما تاخدش حجم كبير، زي كان ندنا دنتل فلوسنج ومرات نديرو دنتل فلوسنج المرة دنتل فلوسنج الاول، وبعدين ناخد ستريب بتاعنا اللي هي السيلولو اللي هو الساند بيبر ستريب هيدا اللي هي اللي يكون الحجم الكريستال سايز بتاعها لو روحان ميديوم، وننزلها شويه باش نلوحوا اي رف سيرفيس، وبعدين ناخذ سموث وننزلها ونحاول نمشيها باك ولينجولي باك ولينجولي باك ولينجولي باك ولينجولي تورد باكر وبعدين تورد لينجول باك ولينجولي باك ولينجولي باش نحاول نديروا الاكسس ان اكسسبل اريا نديروها باش عمليه ستريب هذه، وبعدين النون اكسسبل اريا الاكسسبل اريا نديرها باش بعمليه الديسك اللي هنا بان سواء البكل امبريجر او اللينجوال امبريجر او الكلوز الاناتومي. ومرات نستعملوا معاهم شنو هي الفينسينج تيبس، الفينسينج تيب هاتي جي او ستونز. في الحاله هذه جي عندي الكورس والميديوم وعندي اللي هو الفاين والالترا فاين، هول نستعملهم ثم بنديروا بهم الفينشينج وين في الكلوز الاناتومي. مثلا عندي الفينشينج ستون اللي هو الفاين والالترا فاين نستعمل فيه في الكراون، اوكي، او اللي عندنا مرات يكون اللي هو الفليم شيبد او اللي هو التيبرد وود راوند اند بتاعي. في الحالات هذه كلها نستعمله هم الفاين او الترا فاين ستون باش نديروا بهم الفينشينج للكلوز الاناتومي بتاع التوت نفسها، وبعدين ناخذ معاهم حاله ثانيه يسموا فيها اللي هو الفينشينج ستريب الفينشينج بوينت اللي هي الكامل ويلز او الرابر ويلز، هذول كلهم باش يعطوني ان هما السيرفيس بعد تم عمليه الفينشينج. ومرات نستعملوا هات الديسك الصغير شويه نديروا باش ندعموا به اللي هو المكان اللي هو اكسسبل في الكلوزر سيرفيس. افويد جينيريشن هيت، معناها المفروض احنا نتفادوا جينيريشن هيت، لان لو عندنا جينيريشن هيت حيطلع الميركوري اتراكشن تو الميركوري سيرفيس ويصير في شيني ويكنينج اوف ذا سيرفيس، يبدا يطلع الميركوري لفوق ويصير في ويكنينج للسيرفيس، وفي نفس الوقت حتى يصير في ليكنج للايونس، الايون تطلع بره من بيلينج للايونس اللي هي مثلا الانديوم ومش عارف والايرون والفرس اللي هي الماينر الوينج انيمال تطلع على السطح بتاعي وتكون ويكنينج لاش للامالجم، ضعف فيني الامالجم.
نعتبر احنا كملنا وقفنا في المحاضرة هذه، كملنا الدنت الامالجم كله، وقلنا الخطوات في الدنت الامالجم من الاول. اول حاجة السلكشن الالو، نشوف الالو اللي احنا بنستعملوه، وقلنا الالو فيه كذا انواع حسب الشيب بتاعه وحسب الصايد بتاعه وحسب الكومبوننت بتاعه اللي موجودة. اوكي، هذا كل الكلاسيفيكيشن يكون معروف. بعدها نختار، لما نختار الامالجم نوع الامالجم نستخدمه في الحالة هذه، نبدأ في عملية يسموا فيها نخلطوا الامالجم، ميكسنج للامالجم. مرات قبل كان في مانوال، لكن كل تو الملجم، الامالجم كله على عن طريق الامالجميتر، التيتوريشن يتم عن طريق الامالجميتر، يسوي في عمليه تيتوريشن او الميكسنج للامالجم. بعد نكمل التيتوريشن ميكسنج للامالجم، ممكن احنا نسحبه اللي هو البلاستيك ميكس بتاعنا هذه، وندير لها ميلنج باش نلوحوا منها الاكسس ميركري. احنا مهمتنا احنا ان احنا نلوحوا الاكسس ميركري باش احنا نتفادوا النقص اللي هي الجاما تو فيسز. وكنا في الرياكشن بتاع دنت الامالجم، لما الرياكشن بتاع الامالجم اللي هو قلنا السيلفر تن هو الامالجم، لما بيتحد مع الميركري ينزلوه الميركري شيء بتكون المعادله، بيعطينا سيلفر او الحاجه بيخص السيلفر الميركري على السيلفر، بيعطيني سيلفر ميركري اللي هي جاما 1 فيس. وبعدين اذا كان الجال كبر قدامه، الكبر اولى، قال يقول لك انا اولى لي انا ناخذ التن، بيتحد الكبر مع التن وياخذ الكبر كله، ياخذ التن وما عادش يعطي فرصه للميركري ان هو يخش على التن ويعطيني جاما 2 فيسز. معناها في الحاله هذه الجاما 2 جاما 1 جاما بتكون لي شنو؟ اول حاجه جاما 1، وبعدين بتتكون لو ان ما فيش هاي امالجم او لو كبر امالجم في الحاله هذه، هتكون لي جاما 1، وبعدين تتكون الجاما 2 بياخذ الميركري بياخذ التن لان فرصته ما لقاش كبر هلبه زياده عليه. وبعدين بتقعد ان رياكتد بارتكل هي سيلفر تن اللي هو الجاما، اقوى واحده فيهم اللي هي ان رياكتد هي الجاما اللي هي سيلفر تن، اللي قلنا يكون الحبيبات بتاعها صغيره وعليه، وبتعطيني اللي هي خلال الميكسنج او خلال التيتوريشن بيكون الحجم بتاع الحبيبات صغيره، بتعطيني شنو هي؟ بتعطيني قوه زياده ناش للامالجم. وبعدين بتجي بعدها اللي هي الجاما 1 فيس، دي هي اكثر اقل صلابه من الجاما فيس، لكن ما فيهاش، ما عنديش مشاكل فيها، اللي هي السيلفر، اللي هي السيلفر السيلفر ميركري. الجام لو ان ما اعطيناش، اعطينا فرصه للتن وما حطيناش كبر زياده، شنو حيصير في التن؟ حياخذ التن الميركري حياخذ التن يعطيني جاما 2 فيس. الجاما 2 فيس هريتها شنو عيبها؟ ان هي كورودبل فيس، معناها هي عندها امكانيه ان تلقط الاكسجين، ولما تلقط الاكسجين يديني عمليه الطعنش والكروجن. فلذلك كل ما زودنا الجاما، زادت الجاما 2 فيس كل ما زاد الطعم والكرود. فلذلك احنا بنزود الكبر على اساس نحسن حاجه مجموعه حاجات، ننقص التارنش والكروجن، وفي نفس الوقت ننقص اللي هو نزود السنت للامالجم، وننقص القريب وننقص شنو هي القريب الفلو والجريب لدنت الامالجم، صار نقص الفلو والجريب لدنت الامالجم، نزود الميكانيكال بروبرتي للامالجم، وننقص جام حدوث الجام توفيد، لان ما عادش في فرصه ان التن الميركري بيلقى تن فاضي باش يتحد معها، كل سحبه اللي هو الكبر، لان الكبر بيذوب، التن بيذوب في الكبر اكثر من ذوبان وين؟ في الميركري. وفي نفس الوقت الالو اللي احنا اخترناه من الاول من القاعده الاولى اللي هو لازم يكون سفيريكال او سيرودر الوي، لان سفيريكال الوي سيرودر الوي الفراغات اللي من خلال المانيوفاكشر او خلال الكون اللي هو التيتوريشن هتكون اقل فراغات، الاقل فراغات اللي تاخذ فيني اقل كونسامشن للميركري، معناها بيوصل حوالي 43% ميركري. لكن لو ان دين الكونفشنال امالجم اللي هي زي القصاب تقعد فراغات هلبه، الفراغات هلبه تتعبى ميركري كتير، بياخذ ميركري حوالي 54 وكلها في المية. وكلما زادت نسبه الميركري كلما زادت عمليه الطعنش والكروجن، الطعنش والكروجن. بعدها خشينا في عمليه اللي هي الكوندنسيشن. الكوندنسيشن هو ناخذ الكوندنسر، والكوندنسر يكون السايز بتاعه اصغر من السايز بتاع الكافيتي، لان باش كل المكانات بتاع الكافيتي يوصل الكوندنسر. الكوندنسر يا اما يكون سريتد يا اما يكون فلات. والله السريتد بيعطيني بريجر اكثر وبيعطيني كوندنسيشن اكثر، لكن مشكله السريتد بيعطيني رفنس الامالجم، بيعطيني الامالجم شنو؟ خشن.
فلذلك في الحاله هذه في حاجه يخلي الامالجم صح الميكانيكال بروبرتي عاليه، لكن التانش والكروجن يكون واطي. لكن في الحالات الثانيه لكي نعطي سموث سيرفس للامالجم خلال الكوندنسيشن نستعمل هو الكوندنسر وود سموث سيرفس، وود سموث سيرفس، لكن يكون البريجر زياده شويه، لكن الكوندنسر وود رفلي سيرفس يكون البريجر اقل، البريجر هنا اقل. انا يعطيني كوندنسيشن وود لو بريشر. لما نكملوا الكوندنسيشن قلنا استخيار الكوندنسر قلنا سيريتد شكل كذا، واللي هو اللي هو لما يكون سموث السيرفس بتاع ووضعه بالكيفيه هذه. الكوندنسيشن كل ما درنا الكوندنسيشن بريشر اكثر كل ما شنو، كل ما طلعنا الاكسس ميركري فوق السطح، وكل ما كان اللي هو الادابتيشن كويس اللي هو معناها كل ما نديروا طبقه انكريمنت لازم نديروا جزئيه شويه حاجه بسيطه شويه بسيطه ونديروا كوندنسيشن. ونبدا الكوندنسيشن وين؟ ناحيه وين قلنا البوينت انجل واللاين انجل الحواف بتاع الكافيتي، ما نجيش من السنتر ونبدا الحواف، لا نبدا من البوينت انجل واللاين انجل باش ينحشر الامالجم في الانجل هذيها ويتلوح الاكسس ميركري ويتحسن الادابتيشن بتاعه اللي هو للدنت الامالجم. اوكي بعد الكوندنسيشن ديرنا بنديروا اللي هو الكارفن. الكارفن احنا لازم في الكوندنسيشن نديروا اوفر 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 بيل للامالجم، معناها الامالجم يكون شنو فوق السطح، فوق السطح زياده باش الطبقه اللي هي المويس او اللي هو السوفت لاير اوف امالجم تكون وين الفوق فوق الاكسس في الزياده. اذا كان استعملنا الماتس باند تكون 1 مليمتر فوق السطح باش احنا نتاكدوا ان التوت كلها السيرفس نتاعها تغطي كل امالجم، ما تكونش لو انا درناها تحت السطح او ماشي مع السطح يكون في اندر مايننج شويه، الاندر مايننج بيعطي شنو اندر كارفين او اندر امالجاميشن، اندر شنو امالجاميشن. في الحاله هذه كلها كملنا الكوندنسيشن وقلنا الايم بتاع الكوندنسيشن 1 2 3 4 لازم يكونوا معروفات او واضحات اي بي سي يعني ما فيش نقاش فيهم. بعدها نبدا الكارفنج. الكارفنج قلنا انواع الادوات نستعملها في الكارفنج وقلنا لكم البوينت حوالي 4 5 انواع. الكارفنج نبدا اول حاجه بالبري كارفنج. البري كارفنج نستعمل شنو البيرنشر، البيرنشر يكون لارج سايز لارج سايز، ونبدا من التو سيرفس توورد السنتر. الايم بتاعي شنو هي؟ نحسن الادابتيشن للدنت الامالجم، نلوح الاكسس ميركري ونعطي للاير فوقيه تكون شنو هي؟ النعام تكون ناعمه شويه باش تساعدني في عمليه الكارفنج. بعدين نبدا الكارفنج. الكارفنج ديما من التوث للامالجم ويكون برا تو ذا السيرفس بتاع التوث، برا تو ذا ريستوريشن، ما يكونش مع الانجل مع التوث لكن برا توورد السنتر توورد السنتر. ومره نستعمله مع البروب باش نحدد البس ان فيشر ونحدد التراينجل ريز اللي هي في لو كان جلاس تو كافيتي، ناخذ البروب مع السيرفس من الاوتر بكر سيرفس بتاعي ونمشي للميزيال ونمشي للديستل من ناحيه البكر ومن ناحيه اللينجوال باش لو هو اي اكسس امالجم مولود على السيرفس باش نخلو الامالجم ادابتد مع السيرفس بتاع التوث. بعد لك كملنا الكارفينج نديروا حاجه يسموا فيها البوستي كارفينج. البوستي كارفينج اللي هي نستعمله هو بيرنش الحجم الصغير ونستعمله فيهاش في باللايت بريجر، لكن لو نستعمله باش بالهيفي بريجر اللي هو بري كارفين. لكن البوست كارفين نستعمله يعني بيرنشن حجم صغير وباللايت بريجر. شنو وظيفته؟ ساعات يدير لي ادابتيشن شويه على الوول، اذا كان الوول يعني مارجن مفتوحه شويه ندير لها ادابتيشن بالبارنشن هذا الصغير، يوصل المكانات الصغيره اللي هي البيتس والجروفز والتراينجل وندير لها تلميع. في الحاله هذه بيعطيني سموث سيرفس، وكل ما كان سموث سيرفس كل ما للامالجم كل ما كانت الامكانيه ان هي يصير فيه تارنش وكروجن تكون شنو اقل. الاخير اللي هو الفينشينج. الفينشينج شنو الايم بتاع احنا باش نعطوا سموث سيرفس؟ الفينشينج يديروه اذا كان هاي كبر امالجم نخلو مريض يتريح ساعه في العياده وندخلوه مره ثانيه وندور له الفينشينج ويروح الحوش بتاعه. لكن اذا كان اجلناه لمده 24 ساعه ما فيش مشكله باش نتاكدوا ان كل الطبقه الخارجيه صار فيها تفاعل وكان في اكاسيد تكونت،
تتكون الطارش لاير اللي موجوده، الرياكشن يتم والماتوريشن بتاع الامالجم يتم كومبليتلي، وتتم عمليه كومبليت كريستاليزيشن لدنت الامالجم، وفي الحاله هذه تبدأ الفينشنج. الفينشنج الميكانيك سيستم يكون درو بار بالديسك، الديسك يكون موجود في ماندريل او ثابت في اللو سبيد بسرعه واطيه شويه، واطيه حوالي مثلا 100 ل 150 ريفولوشن بير مينيت، او مرات توصل اقل من 80 لعند ال 150 رينج بتاع ريفولوشن بير مينيت، وتكون مرات تكون في المويس. كل مره نحط شويه ميه على السطح باش نتفادى ان تكون هي جينيريشن خلال اللي هو نبدأ باللي هو ميديوم سايز ميديوم جريت اللي هو، وبعدين ناخده الفاين ولا الالترا فاين باش نعطي سموث سيرفيس. هذا في الاكسسبل. النون اكسسبل زي ما قلنا البيتش والفيشر جرو نستخدم ستون باللي هو الفاين والالترا فاين ستون باش نعمو السطح بتاعنا، وفي الكونتاكت اريا نستعمله هو ستريب ونمررها هات هي بالميديوم والفاين والالترا فاين ستريب بتاعي اللي هو الساند بيبر ستريب بتاعي، ونمررها ونمشها باكو لينجوري باش نتاكدوا ان المنطقه ناحيه الكونتاكت اريا فوق الكونتاكت وتحت الكونتاكت كلها صارها تلميع، لان المكان هذا لا يوصل اللي هو الديسك ولا يوصل شنو هي ستون. البكر واللمبر لينجوال سايد هم مكشوفات شويه ندرونهم بعمليه اللي هو الساند بيبر ديسكس، وطبعا في الحاله هذه تحصلنا على سموث سيرفيس. سموث سيرفيس اقل بلاك كونتامينيشن واقل تارش كوروجن، وفي نفس الوقت اذا كان فيها شويه كونتاكت زايده شويه والمريض ما تريحش نديروا له ارتكوليتين بيبر خلال الفينشنج، ممكن نعدلها باش يخلي اللي هو البريماتيور كونتاكت ما عارف فيه خالص، وخلي الكلوجن تاع البيشنت ما فيش مشكله فيه. في الحاله هذه كملنا الامالجم ريستوريشن كله، وان شاء الله تكون عمليه موفقه ان شاء الله. وهذه هي الحالات احنا اللي بنركزوا عليها ولازم تكون موجوده خلال الشغل بتاعنا احنا في المحاضره الجايه ان شاء الله نبدا اللي هي جايه ان شاء الله نبدا في حالات اللي هي الدايركت ريستوريشن اللي هو الجولد شويه، هو صح موضوع تخين شويه لكن هنا مفروض احنا نكونوا عارفين شويه، لان على الاقل لان الجولد المرات احنا نحتاجه الى الكافيت يكون ديستراكتد هلبه ومكسر هلبه، نحتاجه الى مقاسات ونرفعها للمعمل ويدير لنا يا جولد ريستوريشن، ونبدا نديروا لها جولد اللويس زي الميتاليك ريستوريشن، ونحطوه في البوستيريا اريا المكان اللي هو ماهوش بعيد على الاستاتيك باش يجود باش يحمي السن ويخليها ما تتكسرش. او مرات نستعمله هو نفس البروفيل البورسيلا لكن في اختلافات شويه، بدل الجود ممكن نستعمله اللي هو الاستاتيك ريستوريشن، سواء في الهاي اللي هو الاول سيراميك ريستوريشن اللي هو يكون الميكانيكال بروبرتي عاليه، وفي الحاله هذه لازم نعرض عليها شويه اللي هو الكافيت بريفيشن فور كاست جول، لانه مهم جدا جدا باش احنا، لان في الحالات اللي هو هيوج كافيتي وسن مكسره هلبه لازم نستعملوا الحاجات هذه ونعرفوا كيف احنا درناها حتى بالكلينيك شويه، وبعدين في الكلينيك ممكن ناخذها بالتفاصيل اكثر في سنه ثالثه ورابعه، لكن احنا يهمنا البيز بتاعها او الرول بتاعها علشان نديرها الانديكيشن والكونتر انديكيشن بتاعها وكيف ناخذوا البروسيدر بتاع الامبريشن بتاعها ونحولها للمعمل، وكيف ندير لها تشيكينج اذا كان فيها مشكله نشوفها. هذا ما يخص اللي هو الجولد الدوين بتاعنا. قاعده جزئيه بسيطه احنا تطرقناها في الانترودكشن، بعد نكمل هذه ناخذ بعد نكمل الدايركت ريستوريشن او اللي هو الكومبوزيت ريستوريشن اللي هي بتو بناخذها بعد الامالجم انا مباشره، لان هي نبدا بها، وبعدين نخلي الجولد او الكاست ريستوريشن نخلوه في النهايه بعد اللي هو بعد نكمل الدايركت اللي هو الدنتال كومبوزيت، وبعدين نخش شويه حالات شويه في الكيرس نكون عارفين شويه حالات بسيطه هي ممكن تكون مقدمه تشوفوا الكلام اللي هو اللي هو تاخذوه مرخص في محاضره او اثنين يعني في ربع ساعه ولا نص ساعه، وبعدين في الحاله هذه نكون احنا خلصنا الحالات اللي ممكن نكون موجوده عندنا في البري كلينيك لكي احنا نخش سنه ثالثه ان شاء الله الكلينيك وتكون معروفه عندنا، خلاف ان احنا ممكن نظل مش عارفينها ونخش والدكتور ممكن